ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين قال 300 وبضعة عشر، 300 وبضعة عشر عدد المرسلين، لكن الذين قصهم الله علينا 25 كما قلنا، 25 نبيا الذي ذكروا في القرآن والسنة. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المرسلين فقال 300 وبضعة عشر، قال فما عدد الأنبياء؟ قال جم غفير 24 و100 ألف، 124 ألف نبي، 124 ألف نبي. لكن الحديث فيه ضعف، والصحيح أنه لا يثبت. حتى الحديث الذي فيه أن الرسل 300 وبضعة عشر فيه كلام، لكن أحسن حالا من الحديث الذي فيه عدد الأنبياء، لأن أيضا هو ذكر أيضا في حديث واحد أحيانا أنه سأله عن المرسلين وسأله عن الأنبياء. على كل حال لم يثبت في عدد المرسلين وعدد الأنبياء حديث، لم يثبت حديث في هذا الشأن.